أسعد الله أوقاتكم وحياكم الله في حلقة جديدة من برنامج فضاءات. ضيفي لهذه الحلقة الشاعر والكاتب الفلسطيني الدكتور أحمد الريماوي. تابع حوارنا مع ضيفنا لهذه الحلقة، ولكن بعد أن نتابع فقرة البرنامج التي نبدأها بجولة في رحاب القصيد. في نبض أرضي للحديث رواه، في نبض أرضي للحديث رواه، فلها بقلبي خفقة زهراء. مسحت جبين الصمت كف سلامها، وتعطرت بصلاتها الأجواء، وتمايلت نشوى بسحر غرامها، ومضت يناجي خطوها الأمراء. بسماتها همست إلي مودة، أن الصباح من الظلام دواء، وقوامها ما زال ينشد في الملا أن الرماح يزينها إغواء. ماذا وراءك يا صبية خبري، فلقد أهاجت مهجتي الأهواء، وترفقي بحنين نفسي، إنني لبحور عينك ساقني الإطراء. أنت التي حضن الزمان جهادها، ليفيض منه اللؤلؤ الوضاء، تقف النفوس أمام بأسك كلها عجب، وبعض وقوفنا استحياء. فبقوة علمتنا يا قدس كيف البأس، كيف النبل والنبلاء. ها هم أسودك قد سموا بصمودهم، وببأسهم تتفاخر الهيجاء. أذنوا لفجر النصر أن يرقى على ليل الخنوع، وإذنهم إيماء. كشفوا لدى الأهوال وجها غاضبا، وهم على كنز الهدى أمناء. قنديل مجدك سوف يبقى مسرجا، حتى ولو بدم الجنين مضاء. لام اللئام على وليدك عزه، لام اللئام على وليدك عزه، عار عليهم كلهم جبناء. كانوا كماتا بالكلام، وحينما انطلق السفين وهاجت الأنواء، عصبوا بقهر رأسهم يا خزيهم، هم للرجولة والرجال أساءوا. باعوا كرامتهم وخانوا عرضهم، ما ردهم رغم الصراخ حياء. عاشوا بكهف الصمت طمس العين، مهما شوهت وجه الحياة دماء. لا تلوميهم على جرع الخلا، أعلى الصغار يعاتب السفهاء. بؤسا لجوع الخوف لم يبقوا على شرف، وما في الخائفين غناء. لهفي على روح تنادي أمة أبناؤها لعدوهم سفراء، لهفي على روح تنادي أمة أبناؤها لعدوهم سفراء، لهفي على أمل يعاني جدبه، كم كان في روضاته آلاء. عيناه تنطق بالدموع وبالأسى، عيناه تنطق بالدموع وبالأسى، ولدمع حلمي يحسن الإصغاء. فبكل حرف من بكاه ضراعة، وبكل سطر زفرة خرساء. ولقد مددت إليك كفي فاقبلي، في كف حبي لهفة ووفاء. أفديك يا كنف الشهادة حرة، أفديك يا كنف الشهادة حرة، والكون من أجل الكرام
فداء صوت البطولة ليس يكفيه صدى صوت البطولة ليس يكفيه صدى فالآن كل جوانحي أصداء فالآن كل جوانحي أصداء. بعد هذه الجولة في رحاب القصيد الآن أدعوكم إلى جولة في رحاب الكتاب وفقرة هذا كتابي. أسعد الله أوقاتكم. أنا عبد الله الزعبي، كاتب أردني، مؤلف كتاب مجموعة قصصية، قصص قصيرة بعنوان يحكى أني، من خلال دار جفرة للنشر والتوزيع. تتناول هذه المجموعة قضايا إنسانية واجتماعية، وبعض القضايا المهمة في حياتنا كعرب، وعلى رأسها القضية الفلسطينية. جاءت هذه المجموعة في 22 قصة، وتقع في 120 صفحة. فإذا سمحتوا لي أطل عليكم من خلال قراءتي لنص قصير من يحكى أني، وتحت عنوان قدس قديستي. لأني لست من الرجال المنسيين، فحينما رأيت أرضا شمسية، زوجتي الرغوث العروب الطروب، وقبل أن يكونوا صرخ أولادي الأربعة: هذه يا أبتي، هذه من نريد أن تكون أما لنا، فتزوجتها. إنجازات المرء أطفاله، وبما أن الإنسان يفخر دوما بإنجازاته، أنتشل من ذاكرة الموجعة أولى إنجازاتي، ابنتي بل قديسة البكر، سميتها قدس، كتلك المدينة الطاهرة العذراء الرافضة لتعدد الأزواج. ولأنها لا زالت طاهرة عذراء، سميت ابنتي مولودة الأولى قدس. فأرجو من الله عز وجل أن ينال أو تنال هذه المجموعة القصصية القصيرة إعجاب القراء العرب والأردنيين خاصة. بارك الله فيكم، وشكرا جزيلا على استماعكم. الآن أدعوكم إلى متابعة فقرة الخط العربي. الآن أنا أثناء العمل بمشغلي لعمل كلاسيكي، هذا العمل بالثلث الجيلي اللي هو أصعب أنواع الخط. طبعا مواصفات العمل الأصلي يجب أن تكون ورق خاص، الورق مقهر احنا نسميه، اللي هو معالج، الورق يكون قديم ومصنع يدويا. حتى الحبر احنا نستخدم الحبر، يجب أن يكون حبر عربي يوضع به حرير مثل هذا اللي هو الحرير، فالحبر يكون فيه مخمر حتى يكون ينطينا السواد الحالك ويكون قابل للتصحيح وغير قابل للتلف عبر المئات السنين. يعني هناك مخطوطات نشوفها بالمتحف عمرها قد يكون 800 سنة و1000 سنة، وتشوفها كأنه الخطاط هسه رفع إيده من عملها. طبعا اللوحة هذه مذهبة، تم تذهبها في تركيا، والآن دا أفنش في بعض الأجزاء بالتنظيف. الفينيشنج اللي نقصد به من يخط الخط لا يكتب مرة واحدة بالحقيقة، يعني لازم ورا ما يكتب أول شيء نسوي مراحل العمل الفني بالثلث الجيلي تحديدا. تبدأ بمرحلة أساسية احنا نسميها السكيتش أو نسميها الفكرة، فالنص اللي مكتوب إنها أنا النص اللي أنا كاتبه، الحديث الشريف: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. فيبدأ بالسكيتش بالتكوين الفكرة أولا، ثم ينتهي بأنه الفكرة تنضج كم يوم، ونظل نسوي سكيتشات إلمن أشوف أنه هذا السكيتش من ناحية جمال التكوين، جمال الحروف، تداخل الحروف مع بعضها، ما في مكان مزدحم وماكو مكان فاضي. بعدين تتنفذ على الورق ومن ثم يذهب. المراحل النهائية هي مسألة الفينش اللي احنا نستخدم فيها دقائق، يعني سلاية ناعمة جدا حتى الخط يكون نظيف. وإذا كانت هناك إزالة للأجزاء من الحرف نستخدم مشرط خاص بالتكوين هذا حتى ينظف بعض الأشياء الدقيقة، ينظفها وينطينا اللوحة تكون مفنشة بالكامل. طبعا هناك بعض الأعمال تأخذ أشهر، وهناك بعض الأعمال تأخذ سنين. يعني هناك سامي أفندي رحمة الله عليه اللي هو أستاذ المدرسة العثمانية في مطلع القرن العشرين، توفى سنة 1912،
كان هو ملك الثلث الجيلي يسمى. هناك بعض الأعمال طول فيها 3 سنين حتى خلى عليها توقيعها، لأنه يأخذ وقت جد كبير جدا بالفنش والتصحيح حتى يخرج العمل بالطريقة اللائقة. الآن ببعض المكانات يراد لها إعادة إكساء احنا نسميه، ونظل نتبحر بالعمل قبل ما يكمل. نظل يعني أنا شخصيا أترك العمل ورا ما يكمل، كل فترة شهر أشوفه مرتين حتى أشوف وين الخلل، لأنه اليوم يجوز ما أشوف خلل بس بكرة ممكن أشوف خلل بالعمل، فحتى يتوقع يطلع بالطريقة الملائمة تاريخيا لازم يكون دقيق جدا. وأنا شخصيا يعني ما يعجبني كتابتي، كل ما أكتب أقول إن شاء الله الله يعلمنا الجديد فنشوف الخلل. أنا أقول الحمد لله إذا شفت خلل بالعمل أقول الحمد لله أنه الله شوفنا هذا الخلل حتى نصلحه وننتقل بالعمل بخطوة جديدة ومرحلة جديدة. هذا اللي حبيته أوضحه بالنسبة لي هذا الشغل اللي أشتغله الآن. أهلا بكم من جديد. ضيفي لهذه الحلقة الشاعر والكاتب الفلسطيني دكتور أحمد الريماوي، فاسمحوا لي أن أرحب بضيفي. أهلا وسهلا بك يا دكتور أحمد. أهلا بكم. أهلين. ضيفنا على الفضاءات والرافدين. حياك الله. يا مرحبا. فرصة طيبة. فرصة طيبة بوجودكم. حياك الله دكتور. أهلا وسهلا. القدس العاصمة الأبدية لدولة فلسطين، هذا بحث قمت بتقديمه لمسابقة جائزة القدس عام 2018 التي يتبناها اتحاد الكتاب والأدباء الأردنيين. هذا البحث فاز بالمركز الثالث في هذه المسابقة. بدي أن أسأل إلى أي مدى يمكن لمثل هذه البحوث أن تساهم في إبقاء قضية القدس حية وتشكل صدى مثيرا في المحافل الدولية؟ حقيقة موضوع البحث بحد ذاته بمقدار ما هو عمل توثيقي وجيد، إلا أنه لا يعتبر إلا جزء من فصل في أطروحتي للدكتوراه. فأطروحتي للدكتوراه يعني أحمد الله أنني كنت أول من كتب عن المشروع الصهيوني في بيت المقدس. فكان عنوانها بيت المقدس في المشروع الصهيوني خلال القرن العشرين. يعني أول حضرتك أول من كتب عن هذا المشروع؟ بحيث أنه خلال قرن كل من كتب قبلي وإلى الآن كتب عن مرحلة. نعم الآن واضح. وكتب عن مرحلة، وهذا ما تجلى أيضا في رسالة الماجستير. لأني عندما كتبتها بعنوان المسار التاريخي للنضال الوطني الفلسطيني أيضا خلال القرن العشرين، كان لي شرف أن أكون أول من كتب وإلى الآن عن المسار التاريخي خلال القرن العشرين بأكمله. لأن كل من كتب قبلي سواء عارف العارف، حكم دروزة، صالح أبو يصير وزير خارجية ليبيا السابق عندما كتب جهاد شعب فلسطين حتى 48 إلى آخره، كل من كتب كتب عن مرحلة 67 48 الانتفاضة إلى نشأة منظمة التحرير إلى آخره. أما أن تكتب عن القضية وتبدأ من المسار التاريخي للنضال حتى العمق، وكانت هاي إشارة من أستاذي وأيضا المفكر العربي الكبير اللي هو الأمين العام لاتحاد المؤرخين العرب، الذي أشار إلي أن هذا الموضوع هو الذي ينسجم مع ما تفكر به. عندما كتبت عن المسار خلال قرن، عن بيت المقدس أيضا خلال قرن. ولذلك هذا عمل توثيقي ويصب فيما تفضلت فيه من سؤال، يعني أبعد بكثير من موضوع البحث اللي أشرت. طيب دكتور، أنا سؤالي أنه إلى أي مدى يمكن أن يساهم مثل هكذا بحوث أو تساهم مثل هكذا بحوث في إبقاء قضية القدس حية ويكون لها صدى مؤثر في المحافل الدولية؟ يعني أنتم من خلال يعني كل عربي وكل مسلم هو
قضية فلسطين وقضية المسجد الأقصى والقدس هي القضية الأولى دائما القضية المركزية، لكن أنتم في الخندق الأول كفلسطينيين يعني كيف لمستم ثمار هذه البحوث وهذه التوثيقات؟ يعني تعرف حضرتك من يعني هناك تآمر على فلسطين منذ الانتداب البريطاني أو منذ الاحتلال البريطاني للمنطقة والفلسطين بالذات، والتعاون مع العصابات اليهودية قبل أن تنبثق قبل أن يخرج للعلن هذا الكيان البغي، هذا الكيان الصهيوني عام 48. من إذا حسبنا الفترة من 48 إلى حد الآن، يعني هل هناك ثمرة، هل هناك صدى واضح في المحافل الدولية لهذه البحوث؟ تعلم نعم. أن استراتيجية العدو نعم. مبنية على مقولة للآباء الصهاينة نعم. كلهم، لا معنى لفلسطين بدون القدس ولا معنى للقدس بدون الهيكل. نعم، ظلت هاي المقولة. لا استلم الليكود الحكم نعم، فجاء مناحيم بيغن وقال لا معنى لإسرائيل بدون أورشليم ولا معنى لأورشليم بدون الهيكل. نعم، هيكل سليمان المقصود. عن هيكل سليمان نعم. فأنت إذا أردت أن تفوز على خصمك أو نعم. عدوك، يجب أن تعرف كيف يفكر وتأتي بالحقائق الدامغة، ليكون الحق هو الأقوى نعم. وليس ما يطرحونه من شعارات. فإحنا من هذا المنطلق حتى نلغي هذه الاستراتيجية وهذا التفكير عندهم نعم. كان هناك الفكر الموازي عروبيا نعم. ونضاليا وثقافيا وإبداعيا لإفشال هذه الاستراتيجية وبالتالي هذا كلام مهم جدا لإلغاء نعم. الرواية الإسرائيلية التي تفردت بالساحة العالمية وخاصة في الغرب. هذه البحوث شاركت في تعطيل هذه طبعا. هذا المشروع؟ طبعا نعم. طبعا كان نعم. لها الدور الرائع في تغيير مسار بالنسبة للرواية الإسرائيلية نعم. نعم. الأسر والسجن في الأدب الفلسطيني أيضا ورقة بحثية حضرتك قدمتها لمؤتمر الأسرى الفلسطينيون بالسجون الإسرائيلية اللي تبنتها جامعة القدس المفتوحة نعم. عام 2013 في غزة أو فرع غزة. يعني الآن أسأل ما أنتجه الأدب أو ما أنتج من أدب فلسطيني على مدى زمن الاحتلال الصهيوني الظالم، هل كان يعني بمستوى الموقف الذي تستحقه فلسطين من أدبائها؟ يعني أنت أعدتني إلى شعراء المقاومة نعم، مثلا سميح القاسم عندما يقول أتذكر إني أتذكر سجن الدامون لياليه المرة والأسلاك نعم، والقمر المشنوق على باب الشباك نعم. هذا النمط من الفكر المقاوم لشعر المقاومة نعم. اللي انبثق عند أهلنا ومبدعينا في فلسطين المحتلة 48 نعم، وأيضا موازيا له في الشتات نعم وبرا. هذا خلق الحالة اللي بتأكد أهمية موضوع الثقافة نعم في المقاومة في موضوع الأسر، وهذا وارد تماما نعم. يعني عندنا حتى على مستواي على المستوى الشخصي يعني نعم عندما قامت حالة الأمعاء الخاوية وأضربوا عن الطعام نعم. في السجون، رفعنا شعار التضامن مع الأسرى نعم، وممن أقيم يعني ضمن هذا الموضوع في مكتبي أنا شخصيا نعم، أقمنا ولمدة أسبوع كامل فعاليات تضامنا مع الأسرى، حتى تضامنا مش بس إبداعيا نعم، لا تضامنا كمان صمنا كنا لا نأخذ إلا الماء والملح مشاركة معهم، وكان هناك يعني تجاوب من الكل في هذه المسيرة، وبالتالي قدمنا نصوصنا الإبداعية في هذا المجال. عندي نماذج يعني إذا بتحب تسمع عن نعم نسمع الأسرى. طبعا نسمع. فأنا أقول في قصيدة بعنوان الأسير
ونبض المشاعر. نعم. قلمي خجل، ورقي وجل، حرفي أرقه الديجور، للأسر شراك، للأسر حراك، للأسر عراك مسطور بضياء الحق المهدور. وأنا ثمل أكرع راح الصبر، أصلي في محراب الشعر، فؤادي نهل، والخط المسجي بدفتر وجعي يترقب حبر النبض المسجور. يهل أسير تلو أسير تلو أسير، أقر بأنك أنت الحر، أنت الحر أنا المأسور، أقر بأنك أنت أمير، أقر بأن الأعشى أنت النور. جميل، قصيدة طويلة، جميل، لا داعي للإكمال يعني. واضح. وأنا حضرتك عملت قنصلا عاما للسلطة الفلسطينية في السعودية يعني من عام 2003 إلى عام 2010، وفي الوقت نفسه ترأس الهيئة الإدارية لاتحاد الكتاب والصحفيين الفلسطينيين فرع السعودية، وتمارس نشاطا ثقافيا. فكيف توفق بين العمل الدبلوماسي وبين النشاط الثقافي، وأحيانا يتعارض بعض ما يطرح في النشاطات الثقافية مع الأعراف الدبلوماسية؟ إحنا حركة تحرير وطني. نعم. يعني لسنا نظاما حاكما. وحركة التحرير الوطني تتمثل، نعم، في كل ما يمكن أن يكون له أثر في المقاومة، سواء كانت ريشة فنان أو قلم شاعر، قلم مبدع، أو أي وسيلة إعلامية أخرى مع البندقية، لا يتنافى إطلاقا. ولذلك هذا كان مسار في نوع من التناغم، نعم، ما بين الثقافة والمثقفين والمبدعين وما بين حملة السلاح. ولذلك، نعم، هذا تجلى أيضا في أناشيد وفولكلور الثورة الفلسطينية مع المقاتلين، نعم، حيث كان الكتاب والشعراء متلازمين في عملهم مع حملة البنادق، نعم، وهذا وضع طبيعي جدا. حتى على المستوى الشخصي، عندما فكرت في طباعة الدواوين الشعرية، وعندما فكرت في الكتابة، وكنت عضوا في اتحاد المؤرخين العرب وأرخت للقضية الفلسطينية بالعنوانين اللي حكيتك إياهم برسالة الماجستير، نعم، وطروحة الدكتوراه، كنت مصراً على هذا التناغم. إيه هذا الأمر طبيعي دكتور أحمد. تناغم. الأمر طبيعي في حالة لو أنه بقيت حركة فتح أو منظمة التحرير الفلسطينية فقط ماخذة خط المقاومة، أما بعد أن دخلت في تفاوضات ودخلت في بنود وقيود في ما يخص العمل السياسي ضمن قبة الاحتلال الصهيوني، الأمر يختلف الآن. أنت الآن كنت تمثل السلطة في الوقت الذي قد تتعرض إلى انتقادات، وأنت تمارس عملا مقاوما أو أدبا مقاوما في الظل، أقول لك في ظل أنه أنت قبلت أن تكون سلطة ضمن قبة الاحتلال. فالعمل الثقافي أحيانا كما تفضلت حضرتك أنه أحيانا تكتب قصيدة أو تقرأ قصيدة أو تقدم عمل روائي هو ضد الاحتلال ويدين الاحتلال الصهيوني. هنا أنا هذا شوف يعني ما أقصده. هذا يعيدني، نعم، يعيدني إلى أن منظمة التحرير الفلسطينية عندما انبثقت بعد مؤتمر القدس، نعم، في 28/5/1964 وضعت هيكل نظام داخلي، وكان من ضمن شعاراتها الكفاح المسلح زي ما تفضلت. عندما تجلى هذا الوضع، نعم، ميدانيا مع ظهور الفصائل والعمل المسلح من التنظيمات، نعم، كلها من فتح والشعبية والديمقراطية إلى آخره، كان هناك أيضا موضوع اسمه المشروع الوطني الفلسطيني. نحن في عندنا مشروعنا هذا، المركز السنتر تبعه
كان نابع من خلال العمود الفقري للمنظمة اللي هي حركة تحرير الوطن الفلسطيني فتح. فإذا حركة فتح هي حاملة لواء هذا المشروع اللي هو مشروع الوطن الفلسطيني بإعلان الدولة الفلسطينية المستقلة، شايف كيف، على حدود الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشريف. لذلك عندما مارست عملها المسلح، وكان الكفاح المسلح أولا في العمل الوطني الفلسطيني كمنظمة تحرير، كانت لا تريد أن يكون الكفاح المسلح هو الغاية، وإنما هو وسيلة للوصول إلى مؤكد قرار سياسي الأهداف الكبيرة، إلى التحرر، إلى قرار سياسي، إلى التحرر. ولذلك أحد المفكرين وكان عضو لجنة مركزية اللي هو الأخ خالد الحسن، لما بعد معركة الكرامة صار الناس يدخلوا أفواجا أفواجا في العمل المسلح، فقال ليس كل عاصفة فتح، ولكن كل فتح عاصفة. ليش؟ لأنه صار الناس يجوا بدون تهيئة للدخول لهذا الوضع، ولذلك هون صار الخلط. لكن تبقى فكرة أن هناك مشروع وأن الكفاح المسلح وسيلة وليس غاية للوصول إلى هذا المشروع، ثم بالتالي صار النضال ينسجم مع التطور لهذه المستجدات. ولذلك نضال الكفاح المقاومة المسلحة بعد أوسلو لنقل أو إعلان المبادئ في 13/9/93 أصبح في هذه المرحلة بالذات يتطلب إضاءة لأسلوب آخر يختلف عن الكفاح المسلح اللي هو كان موضوع المقاومة الشعبية. وليس المقاومة الشعبية بالتالي أصبحت أساس ونهج لمرحلة ما بعد أوسلو، وليس رفضا للكفاح المسلح. طيب المقاومة الشعبية موجودة أصلا، وهي حركة تحرير فلسطينية أو منظمة تحرير فلسطينية، هي انبثقت من مقاومة شعبية أصلا. مقاومة الاحتلال، مقاومة الاحتلال طبعا من الناس أصلاً اللي مقاومة. الناس اللي هو حراك شعبي، مقاومة شعبية، هبة شعبية. عندك يعني أنموذجا جدار الفصل العنصري، هناك كان إضاءة على هذا المخطط الخبيث، وبالتالي تم وضع آليات لمقاومة هذا الوضع بتشكيل لجان. سنكون بعد الفاصل، معذرة دكتور أحمد، سنكون بعد الفاصل إن شاء الله. فاصل قصير ثم نعود، فابقوا معنا. أهلا بكم من جديد، ضيفي لهذه الحلقة الشاعر والكاتب الفلسطيني دكتور أحمد الريمة. أعود إليك يا دكتور أحمد، كنا نتحدث قبل الفاصل يعني عن انبثاق المقاومة الفلسطينية والحراك الشعبي وأوسلو، وحضرتك تمارس نشاط ثقافي في الوقت الذي أنت يعني تمثل منصبا سياسيا قنصلا عاما للسلطة الفلسطينية في السعودية. في السياق نفسه أنت ألفت كتابا تحت عنوان المسار التاريخي للنضال الوطني الفلسطيني خلال القرن العشرين. الباب الأول في هذا الكتاب حمل عنوان الحركة الصهيونية والاستعمار العالمي في فلسطين. وإحنا قلنا أنت في تلك الفترة، في فترة صدور هذا الكتاب، أنت كنت في منصب قنصل عام للسلطة الفلسطينية في المملكة العربية السعودية. يعني هذا الكتاب أو هذا الفصل في هذا الكتاب يعني ألم يضعك في حرج وأنت تمارس عملا سياسيا في سلطة قبلت واعترفت بالاحتلال كدولة؟ يعني الآن احنا نقول كيان الصهيوني، كل الحركات الثورية، كل مقاومة لما موجود في فلسطين تصف الكيان الصهيوني الكيان، حتى لا نعترف به الدولة، لا يأخذ مشروعية الدولة. لكن بعد التفاوض، بعد معاهدة أوسلو، اعترفت منظمة تحرير فلسطين كممثل
للشعب الفلسطيني بأنه ما موجود على الأرض أنه هو دولة، وأنت في منصب سياسي، ألم تقع في حرج في هذا الأمر؟ إطلاقا. نعم إطلاقا. أود الإشارة إلى أن الاستراتيجية العليا للوكالة اليهودية وللحركة الصهيونية كان استراتيجيتها من النيل إلى الفرات. نعم. هذه الاستراتيجية العليا إلا أنها دخلت مع منظمة التحرير في اتفاق أوسلو. نعم. وأقرت وجود شعب. نعم. اسمه الشعب الفلسطيني، وسوت جدار فاصل عازل بينها وبينه. وقبلت في استراتيجية مرحلية. نعم. اللي هي هاي حدودنا لعند جدار الفصل العنصري. نعم. وبالتالي هي لم تلغي استراتيجيتها العليا من النيل إلى الفرات. نعم. وإنما وضعت استراتيجية مرحلية بجدار الفصل العنصري. نعم. أيضا ما يتعلق بنا، النضال الوطني الفلسطيني كان سلميا في الخمسينيات. نعم. وتعلم جيدا كان يتمثل بالتوجهات القومية ممثلة بحزبي البعث العربي الاشتراكي. نعم. وحركة القوميين العرب، ثم إسلاميا بحزبي التحرير وحركة الإخوان المسلمين، ثم يساريا مع الحزب الشيوعي. نعم. هذا المسار اللي هي الجبهة الشعبية لاحقا أصبح الجبهة الشعبية. نعم. لاحقا أصبح الجبهة الشعبية والديمقراطية وغيرها. الآن بالنسبة لنا النضال كانت استراتيجيتنا عندما انطلق العمل الوطني الفلسطيني. نعم. الاستراتيجية العليا تحرير من النهر إلى البحر. نعم. هي استراتيجية عليا. الآن ما بعد أوسلو صار استراتيجية مرحلية. نعم. اللي هي فلسطين على حدود الرابع من حزيران 1967. نعم. والقدس عاصمة. الاستراتيجية المرحلية هاي لا تلغي الاستراتيجية العليا. نعم. اللي هي من النهر إلى البحر. وحتى يعني نؤكد على ذلك. طيب ما أنتم منظمة التحرير اعترفتم بهذا الوجود على أنه دولة. وهم اعترفوا، هم كانوا يقولوا أرض بلا شعب ولا ناس. يعني المشروع المخطط الصهيوني معروف. هي مرحلة. نعم. هي مرحلة. لكن موقفكم أنتم يعني أمام أنكم اعترفتم بهذا الكيان دولة، أنت ستقع في حرج. لا 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 إطلاقا. نعم. أنتم مع إحنا كحركة عالمية. نعم. مع وجود استراتيجية مرحلية. لكن هذا يمكن أن تلغي الاستراتيجية العليا. نعم. من النيل إلى الفرات، من النهر إلى البحر. نعم. هذا بالنسبة لنا. من خلال هاي الاستراتيجية، على اعتبار أن ما حصل في أوسلو. نعم. هو استراتيجية مرحلية. فلذلك لا تناقض. نعم. لما تفضل فيه. طيب هاي الاستراتيجية المرحلية هل خدمت نعم المشروع الفلسطيني أم خدمت المشروع الصهيوني؟ النتائج لأنها لم تطبق، وكان على أساس مرحليا لخمس سنوات. نعم. ثم يتم إعلان الدولة، لكن الدولة الفلسطينية. نعم. لكن اللي حصل أن الصهيونية المتجددة. نعم. قتلت رمزي هذا الموضوع، هذا. نعم. المشروع. رابين عندهم. نعم. وعرفات عندنا. وتسلقت على الحكم في دولتهم. نعم. وأصبح اليمين المتطرف والمتشدد هو الذي يحكم، الذي يرفض إعلان المبادئ واتفاقية. طيب إذا نقضوا المواثيق والعهود، ومعروف تاريخ اليهود وبني إسرائيل في نقض العهود، خرج كل الاتفاقيات، لماذا أنتم بقيتم على هذه المعاهدة؟ مش بقينا إحنا، لما كان هناك إلى قتلت هي أيضا عندنا وعندهم، مش بس لذلك عندما تم الاتفاق مرحليا على أساس إخراج الأسرى على أربع دفعات. نعم. وطلعوا الدفعة الأولى. نعم. والثانية والثالثة، الدفعة الأخيرة الرابعة أوقفوا ورفضوا أنهم يطلعوهم، وعلى إثرها أوقفنا المفاوضات معهم. طيب ما هالأسير عندما يطلق من السجن
أين سيذهب؟ راح يبقى تحت السلطة، سلطة الاحتلال، الاحتلال ما يزال يحتل فلسطين كاملة. نعم. وحتى الأجزاء العربية الأخرى التي احتلها بعد 4 حزيران عام 67 وما سمي بنكسة حزيران، انسحب منها من جنوب لبنان ومن سيناء، لكن بقيت هذه المناطق تخضع بشكل أو بآخر رمزيا بآخر يعني إلى سلطة الاحتلال، لأنه منزوعة السلاح، هناك فرق للأمم المتحدة وهي بالنتيجة تصب في مصلحة الكيان الصهيوني. الجولان بقيت تحت حتى هذه اللحظة، لم يتنازل عنها الكيان الصهيوني، بل ضمها إلى ما يسمى دولة إسرائيل. يعني الأسير عندما يطلق، ما المكسب الذي يحقق وهو بقي تحت سلطة الاحتلال؟ إذا خرج من سجن الاحتلال أين سيكون؟ في نابلس، في رام الله، في الخليل، في كل المدن والضفة الغربية كلها هو تحت. لا أخفيك أنه لم يترك نضاله. نعم، الأسير لم يترك نضاله. جميل. فعدد كبير من زملائنا الآن في منهم سفراء في الخارج، والعدد اللي تم بعد كنيسة المهد في بيت لحم أبعده. نعم. ولهم دورهم في مكان تواجدهم، واللي موجودين زي ما تفضلت. نعم. تحت مناطق الضفة الغربية وقطاع غزة حاليا هم مع الحراك الشعبي اليومي. نعم. ويستشهدون ويعاد أسرهم مرة ثانية وعاد إخراجهم وعاد أسرهم مرة ثالثة وهكذا. نعم. الآن موجودين، فإحنا قلنا ويمارسون دور. كل الأرض الفلسطينية هي تحت سلطة الاحتلال. لا يمكن. وغزة يعني معروف كم معركة حصلت في غزة، الاحتلال يدخل الجيش ولا أحد يعترض من القوى الدولية العالمية، بل هي تساند هذا. أسرانا الذين يخرجون يمارسون ولا. طيب. مؤكد هو حتى داخل داخل السجن هو يمارس نضال، لا شك في هذا الأمر. يعني أعمدة السلطة الفلسطينية عند صدور هذا الكتاب ألم يعترضوا على هذا الفصل؟ بالعكس، أنا هديت نسخة منه يضعهم في حرج أمام لأبو مازن. نعم. لأبو مازن، وأشار على الكتاب. نعم. إلى وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي، وأنت سيد العارفين المسؤول عن التعليم العالي. نعم. هو الأخ الدكتور صبري صيدا، ابن رئيس قوات العاصفة، قائد قوات العاصفة أبو صبري ممدوح صيدا، وهو أيضا دكتور مثقف ومبدع. نعم. وتم إشارة الأخ محمود عباس إليهم لقراءة، وأنا هديت نسخة لأخ صبري صيدا على أساس يفكروا يشوفوا آلية إنه يكون في المناهج. جيد. بودي أن أنتقل إلى مؤلفات أخرى لحضرتك. صباح العشق يا جفرة، يعني هذا من التراث الفلسطيني، أهزوجة دائما أو أغنية في التراث الفلسطيني جفرة. بدي أن نقف عن تأريخ هذا. من هي جفرة؟ شوف جميعا. نعم. جفرة بالتال مربوطة. نعم. تعني يعني ابن أو بنت الماعز. نعم. كما الطلي هو ابن الخروف. نعم. هذا هيك لغويا ومعجميا. نعم. اللي حصل إنه أحد العشاق اسمه أحمد عزيز من إحدى قرى من عين غزال قريه جنب حيفا. نعم. عشق بنت عمه، ولظروف خاصة عائلية رفضوا يزوجوا إياها. فلما رفضوا يزوجوا إياها ثاني يوم بتكون مثلا في البستان، مهم جو قروي. نعم. وكما تعلم التواصل قريب يعني، فشافها في البستان. نعم. فطلع مع جفرة وياها الربع بين البساتيني مجروح قلب الهوى ومطعون بسكيني. وكانت بشكل باللهجة العامية. نعم. فرمز إلها دون أن يذكر اسمها، لأنه إحنا عندنا الواحد يذكر اسم أمه ولا اسم أخته، يعني إشي كبير. يعني هيك الموروث الاجتماعي. فرمز إلها بكلمة جفرة. نعم. صاروا الآخرين يرددوها وأصبحت نغما. في حرب 67 مع انطلاق العمل الفدائي. نعم. مع انطلاق العمل الفدائي طلع بنفس النغمة
جفرة وياها الربع ربع الفدائية. شوف كيف تحولت. فأصبحت ترمز ليس للعاشقة وإنما للأرض. فأصبحت الأرض هي المعشوقة والوطن بمعنى. إذا كانت جفرة بالتاء المدورة لماذا الآن في الغالب؟ لا، مع اللهجة العامية صارت بالألف، صارت الألف بالألف الممدودة. وأصبحت مألوفة بهذا الشكل. جميل. ولذلك تلقائيا عندنا شعراء المقاومة كلهم كتبوا عن جفرة بهذا المعنى اللي هو معنى الوطن. وأكثرنا كما ورد يعني في هذا أكثرنا الأخ الشاعر عز الدين مناصرة. ولا أدعي يعني، ويقولون أنه الشاعر أحمد الرماوي. من المجاميع التي أصدرتها أيضا اشتعالات قلقامش في بيت العزاء الفتحاوي. قلقامش معروف في الملك السومري، وملحمة قلقامش معروفة في المشهورة في تاريخ العراق القديم. فما الربط بين قلقامش وبيت العزاء الفتحاوي؟ المقصود أنه لحركة فتح. نعم. أنت كما تعلم ويعلم الآخرون أن صراعنا مع العدو هو صراع وجود، هو صراع وجود وليس فقط صراع مذهبي أو إلى آخره من التصنيفات الأخرى. هذا صراع الوجود يعني البقاء. وأسطورة قلقامش خير ما تمثل ظاهرة الخلود والمطلق. ولذلك من خلال هذا المنطلق جاء إذن هذا الربط، جاء عندي هذا التناص أنه بيت العزاء وهو مواكب الشهداء، وهكذا أفهم أنا. نعم طبعا، هي تخليد لهذه القضية وإبقائها حية. جميل. من قصائد هذه المجموعة يعني لفت انتباهي واهتمامي هو عنوان أقول تأسرل. واضح واشتقاق واشتراح لغوي جديد، وواضح فيه إشارة إلى من يعني يقدم نفسه أو يعمل في خدمة الاحتلال الصهيوني بين قوسين الإسرائيلي. فمن هو المقصود بهذا الاشتراح شخصيا يعني؟ نعم، شوف هي ليست حالة، لكن أنا سأذكر أسماء. سأذكر اسم كما تريد أنت، لك الخيار. هي ليكن إذا ليس فيها حرج. لا، ما عندي مشكلة، لأنه أنا حكيتها بالمطلق. في مؤتمر عام ما عندي مشكلة. كل حركات التحرر في العالم عندما يتم أسر عدد منهم بتصير عملية غسيل دماغ. وهم في السجن إلى انتقائية، إلى البعض منهم من يجدونه يعني مهيئا. بصير عملية غسيل دماغ وبطلعوهم بكلفوهم بمهام. وإحنا حال كل الثورات في العالم، حال كل حركات التحرر، عدد منا خرج وقد غسل دماغه. وإن كان محدودا جدا، شايف كيف؟ وكلف بمهام. الثورات في العالم كلها تحترم هذا اللي طلع كأسير محرر. لا تضعه بموقع صاحب قرار. بتكلفه بمهام، أي مهام. طيب هذا وقع في الأسر هنا. هنا حصل زي ما حصل في الثورات في العالم. الأسر وحصل عندنا. وكان على رأس هذه الحالة مثلا شخصية زي محمد دحلان. طيب، ما يعني ما عندي مشكلة. هذا ربما وقع في الأسر وله ظروفه الخاصة وضغوطات. ما هناك كثر هم خارج الأسر بل في ظروف وعافية تامة وتأسرلوا. أنا أشير إلى الخاص وأعني العام. جميل، الأمر واضح. بدي أن قبل أن يدركنا الوقت حقيقة صدرت يعني بدي هذا السؤال يعني نتحدث عن الدراسات النقدية التي صدرت بحق نتاجك الأدبي، منها ظواهر حديثة في شعر أحمد الرماوي من التناص إلى التصوير التمثيلي، وهذه للدكتور محمد صالح شنطو معروف الرجل. ماذا نفهم من عنوان؟ يعني التناص سبق أن يعني ورد في شعر شعراء آخرين قبل تجربة أحمد الرماوي، وأيضا التمثيل والتصوير التمثيلي. هنا ماذا نفهم من أن الشنطي صنفها بظواهر حديثة؟
هو حقيقة على المستوى الخاص. نعم. لأن الدكتور محمد صالح الشنطي نعم. في كتابه القصيدة المهاجرة نعم. في فصل كامل عن نشاطي الشعري. نعم. كنت في أمسية شعرية في جامعة الملك فيصل نعم. في 1980، وكان الدكتور الشنطي ناقداً لهذه الأمسية. نعم. وعندما انتهى نشر ما ورد في هذا في هذه الأمسية في كتابه القصيدة المهاجرة، وأشار إلى نقاط مهمة جداً. نعم. حيث وجد أن المباشرة والتقريرية كانت تتجلى نعم. في النصوص اللي أنا قرأتها، وأشار لي بيني وبينه نعم. مش مع الناس نعم. إنه أنت رائع جدا، وفي مقومات غير المباشرة غير التقريرية، في معاني، في صور، في كذا، أرجو أن تركز على هذا الجانب وأن تبعد عن التقريرية ما أمكن. نعم. حاولت أن أبرر إنه في مرحلة معينة إحنا مقاومة. نعم. محمود درويش شو بقول في قصائده؟ بيحكي بشكل مباشر. نعم. في أكثر من قصيدة، كل ديوانه آخر الليل النهار نعم. مباشر. فإحنا حالنا حاله يعني، وحال المقاومة في مرحلة نعم. معينة. قال لي لكن الأجمل هذا الوضع. فأخذت في هذا الجانب نعم. ما ورد. وصدر ديواني هلت من صبرة عشطار في 84 ثم لافتات على سياج الضوء في 87، ووجد كل ما كان ينشده من الشاعر أحمد الرماوي متجليا نعم. في هذين الديوانين. جميل جميل. فجاءت هذه الفكرة وطلع معه في بحثه هذا. جميل، بالتوفيق إن شاء الله. انتهى الوقت، يعني كنا نتمنى أن يكون لدينا مزيد الله يحييك وساعة من الوقت حتى يعني نسلط الضوء على جانب كبير من سيرة أحمد الرماوي، ولكن هذا ما سمح به وقت البرنامج. شكرا لك الشاعر واجب، وأنا والكاتب سعيد الفلسطيني جدا. الدكتور أحمد الرماوي، شكرا لكم أيضا، وأنا أثمن محطة الرافدين على هذه روح المبادرة التي يعني تجلت في اتصالك وطلب اللقاء و إعداد هذا البرنامج. شكرا لك. شكرا لك. شكرا. حياك الله. أعزائي المشاهدين، أشكر لكم حسن المتابعة، حتى ألتقيكم في فضاءات أخرى، أستودعكم الله والسلام عليكم.